فتحت ذراعيها لكل الناس يا قبلة في قبلة العباس. بعد 2003 وبعد عودة الشرعية للأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، حرصت على توسعة وتطوير جميع جوانب الصحن والمرقد المقدس للمولى أبي الفضل العباسي عليه السلام، وها هي اليوم تحتفل بافتتاح باب القبلة والطارمة المذهبة لتكتمل اللوحة الفنية ذات الطراز الإسلامي الذي يتلائم مع قدسية المكان وفق الأطر والخطط المرسومة. تقيم العتبة العباسية هذا اليوم افتتاح المشروعين، اليوم تطوير وتأهيل باب القبلة، وتعتبر الآن بعد الإنجاز هي تحفة فنية بأيادي عراقية وتصاميم عراقية تنسجم مع الحالة والسمة المعمارية للمرقد الشريف، وكذلك افتتاح الطارمة المذهبة طارمة الشريفة للمرقد الحرم الشريف، كذلك يعني تم إدخال نقوش وتطوير وزخارف تنسجم والطبيعة المعمارية للمرقد الشريف على هذه الطارمة. وهذا العمل طبعا تم العمل بأيدي عراقية وبتصاميم إضافية أيضا بعدة من قبل مهندسين معماريين مختصين بأيادي عراقية وبمشاركة من شركة عراقية وقسم المشاريع الهندسية. اليوم نفتتح مشروع تذهيب الطارمة الأمامية لحرم أبي الفضل العباس، هذا الحقيقة العمل الرائع المعماري بعد ما كملنا تأهيل الجدران القديمة وترتيبها وصيانتها، قمنا بتغليفها بالطابوق الذهبي حقيقة كان معمول سابقا، أعدنا تجديده وتأهيله. بخصوص باب القبلة، هو مشروع متكامل، مشروع تأهيل الصحن الشريف، شمل هذا المشروع سراديب تحت الأرض الصحن الشريف، شمل الأرضية، شمل الأواوين، ومن جملتها 9 أبواب، تأهيل وصيانة المداخل لهذه الأبواب، وكذلك إعادة تغليفها بمادة الكاش الكربلائي وبالمعرق. اليوم الحمد لله تم افتتاح الباب الأولى لهذا المشروع من مجموع 9 أبواب، هي باب القبلة، وبالحقيقة هي قبلة الأبواب بما تحويه من تصاميم ومعالم معمارية حقيقة ستكون مرجع للتصاميم المتبقية. الافتتاح جاء بالتزامن مع أفراح عيد الغدير الأغر، وتيمنا بهذه المناسبة أزيح الستار عن مشروع توسعة بوابة القبلة لمرقد أبي الفضل العباسي عليه السلام من الداخل، إضافة إلى مشروع تقوية وعادة تذهيب الطارمة، المشروع الذي اكتمل بإياد عراقية من داخل العتبة المقدسة، مؤكدين على قدرة الكفاءات العراقية في إنجاز مثل هكذا مشاريع. كما تشاهدون أنه شفنا اليوم لوحة معمارية خطت بأنامل عراقية بحتة من الشركة العراقية والمهندسين والفنيين العراقيين بإشراف وتخطيط قسم المشاريع الهندسية التابع للعتبة العباسية المقدسة. من هذا اليوم يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الطاعات ويتقبل هذه الأعمال هدية إلى المولى أبي الفضل العباس عليه السلام. وهناك رسالتان، الرسالة الأولى إلى كل من يهمه الأمر، أن الكادر العراقي والأنامل العراقية والأيادي العراقية حقيقة لو فتحت لها المجال لتنتج هذه الإنتاجات. والثاني وهو الأهم، أنه قبول الأعمال لكل العاملين من المهندسين والفنيين. باب القبلة من الأبواب الرئيسية في العتبة العباسية المقدسة باعتباره واجهة لدخول الزائرين، ونظرا لتزايد أعداد الزائرين بصورة ملحوظة ومضاعفة، ارتأت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة بتوسعة باب القبلة. قمنا بتوسعة الباب، إذ كان عرض الباب 3.25 متر وأصبح الآن 12 متر عرض وبعمق 18 متر. هذه الباب الآن بمساحتها وعرضها كانت تحتاج إلى تصميم خاص ونقوش خاصة تليق بباب قبلة أبي الفضل العباس، وسعتها وارتفاعها الجديد كان يحتاج إلى نقوش خاصة. قمنا بإعادة التصميم من جديد وبإدخال تصاميم خاصة كما تلاحظون في السقوف وفي الجدران تتلائم وقدسية هذا المكان وجمالية هذا المكان. قمنا كعتب العتبة العباسية قسم المشاريع الهندسية بأعمال الطارمة العباسية، قمنا في 3 مراحل، المرحلة الأولى بتذهيب الأعمدة، والمرحلة الثانية بأجنحة الطارمة العباسية، والمرحلة الثالثة
يعني تممنا المرحلة الثالثة، والحمد لله والشكر قمنا بهذا العمل. الكادر الورشة التذهيب والميناء قسم المشاريع الهندسية ليزيد جمالية الطارمة العباسية والصحن الشريف. أصالة الموروث القديم وحداثته أمور عمدت إليها العتبة العباسية المقدسة في تنفيذ الأعمال التي تخلق حالة من التناظر المعماري والهندسي، إضافة إلى اللمسات التصميمية والتنفيذية بما يتناغم ويتلائم مع النقوش القديمة ومثل ما هو موجود في داخل العتبة المقدسة، لتصبح رائعة من روائع فن العمارة الإسلامية.